السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ كي دايره مع الصحه؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير بخير وعلى خير، ومبارك على وجهكم الله يبخر علينا العيد لهنا والصحه يا ربي. اش بغيت نقول لكم؟ واسمحوا لي على هذا الغبور بزاف، راني عندي واحد الظروف منعتني ما نديرش الفيديو في هذا رمضان. عندي خدمه في الدار وما قلت لكمش تخسر لي الشوفو، راني درتو في الفيديو ان شاء الله غنشاركو معكم ديال الدوش. هو اللي خدا لي واحد الوقت، مشيت كندير دوفي ماشي نشريه ولقيتو، ربي ما خير يا بنيش ان شاء الله، راه غادي تشوفو حيت ركبتو وغادي نلوحو في الفيديو ان شاء الله. هادشي كنت نقول لكم. وبالنسبه واحد الاخت، قالت لي انا كندير كلشي، خليك في واحد الميدان. الاخت غادي نقول لك واحد الحاجه، الاخت كنت نقول لك الراجل بحال الفاس، يحفر في ما كاين الخبز خصو يجيبو. هادشي كنت نقول لك، واش انا غادي نخلي طوموبيلتي عندي عند الميكانيك غيضربني ب 10000 ريال وانا كنعرف نديرها؟ هادشي بغيت نقول لك الاخت، وسمحي لي بزاف الا قلت لك هاد الهضره. هادشي بغيت نقول لك، ويلا عندك شي راجلك فيقيه ويسوي لك طوموبيل ويدير يبني في الدار ويدير الضو ويدير الماء ويدير كلشي. الراجل هو الراجل هو اللي كيدير كلشي في دارو. هادشي بغيت نقول لك، بحال الفاس، الراجل يحفر فيما كاين الخبز وفيما كاين يحفر باش يجيب باش يسير دارو. ويلا ما درنا هادشي راه ما غاديش نسيرو دارنا. راه هادشي نقول لكم اخوتي اخواتاتي، الراجل خصو يتكل على راسو. الا جبنا سبا وجيبو الميكانيك وجيبو البلومبي وجيبو التريسيان، راه غادي نخسرو شحال تاع الفلوس، ما غاديش يبقى عندنا واحد البودجي ديال الدار. ما غاديش تكون عندك باش تخلصي الضو، باش تخلصي الماء، باش تخلصي الزبل. هادشي باش نقول لك، انا واحد خصو يدير اي حاجه في دارو وكيديرها بواحد الحاجه بواحد قلت لك اختي، حيت الراجل كيخدم دارو كيحس بواحد الروح وبواحد النفس واحد الثقه في دارو، لانه هو حيت كيدور كيقول انا درت هادي، انا درت هادي، انا سرت هادي، سرت هادي، كيحس باللي هو فيير دو لوي. هادشي بغيت نقول لكم وما نقطعش عليكم، ومبارك عواجهكم. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، كما كتشوفوا انا مشيت اليوم للمارشي تاع القن، هو هذا شريتو وشوفوا فيه 2 كيلو ما شاء الله. هادشي بغيت نقول لكم، راني عبرتو عند الراجل اللي باعو ليا وذبحتو عندو وكل شيء وصدقتو وجبتو للدار. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، وكما كتشوفوا دابا غنوري لكم، راه ما شاء الله باقي الطريق. وكما قلت لكم راني كليت القن الاول ما سبتوش مع خوتي خواتاتي، واليوم غادي نشارك معكم. هادشي بغيت نقول لكم، وكما قلت لكم خوتي خواتاتي، هاد الوصفه اللي درتها قبل وما شاركتها معكم راه عجبتني، واليوم قلت علاش لا ما نشاركها مع خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا القن هو هذا ما شاء الله، كما كتشوفوا قلت لكم راه فيه 2 كيلو خوتي خواتاتي. هو هذا، هذه الكبيده هي هذه ديالو، وهذا القليب. هادي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي ما شاء الله، نتلاقاو من بعد ان شاء الله. خوتي خواتاتي كما كتشوفوا انا قطعت القن، هو هذا كما كتشوفوا ما شاء الله. ودابا كما كتشوفوا عندنا المكونات هنا، هذه لحم مصيره، عندي 3 الفصوص ديال الثومه قطعتهم بهذا الشكل حيت فيهم القلب ديالهم. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، كنحتاجوا التحميره، الملح، سكتجبير، خرقهم، الملوخيه، الكمون. هنا عندنا كما كتشوفوا عندنا القرفه وورقه سيدنا موسى، وهذا كنحتاجوا بصله، هذا الخليط ديال العصير اللي غنديرو باش نلقو هنا. كما كتشوفو عندنا هنا الماء، كما كتشوفو خوتي خواتاتي، باش نخلطو المكونات كنحتاجو الملح، زيت زيتون، حامض، عصير حامض، وعندنا هنا التزيين الزيتون كما كتشوفو، وعندنا القزبور كما كتشوفو خوتي خواتاتي. خليكم معايا ونتلاقاو من بعد، فرجة ممتعة. كما القزبو كما كتشوفو، غادي ناخدو البصلة، غادي ناخدو اللحم المصير مع التومة، التحميرة والملح، نخرقو سكتجبير كما كتشوفو. دابا غندوزو الكمونة مع ملوخيه كما كتشوفوا اخوتي خواتاتي. دابا ندخل الزيت، ناخذ
عصير ليمون حامض لكيرش والحامض الليمون يزودوا يدير بزاف. غادي ناخذوا الماء كما كتشوفوا دابا غادي نضربوا في الطره ان شاء الله كتشوفوا خوتي خوتي حمر الخل ديالنا. دابا غنديروا خوتي خوتي دابا كما كتشوفوا غادي نماريني لاب ديالي كما كتشوفوا خوتي خوتي وندوزو المساج الطريقه المصور اللحم ان شاء الله كما كتشوفوا هاد اللاب القنيه كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. دابا حنا دخلنا درنا المغنيه ديال اللابا دخلناها ما شاء الله كلشي فيها وغادي نخلوها ترتاح واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي من بعد ما عندنا خليناه يرتاح شويه اللحم دابا غندير شويه زيت كما كتشوفوا وانا ما غاديش نشحر اللابا غادي نديرها القنيه طيب مباشرة كما كتشوفوا خوتي خواتاتي خوينا المغيناد كما كتشوفوا في القنية وعطاتني واحد لاصوص خضراء انا بغيت هاد لاصوص تكون خضراء اجي بغيت نقول لكم ودابا كنحطوا ما شاء الله القرفة عويدة القرفة وورقة سيدنا موسى وكما كتشوفوا خوتي خواتاتي انا خليت الكبيده حتى الاخر تنطيب عاد نديرها من الفوق لان هي كطيب في الساعه ما شاء الله. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي دابا غنشحروا القنيه ما شاء الله كما كتشوفوا درتها على النار وتيكم خوتي خواتاتي ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي كما كتشوفوا انا عندي البصله خضاريه هي هادي هادشي باش غنخضر اليوم القنيه ديالي ان شاء الله كما كتشوفوا وغادي نرجع معكم ان شاء الله خوتي خواتاتي كما كتشوفوا يلاه جبت من المارشي اليوم شي بغيت نقول لكم نتلاقاو من بعد ان شاء الله. خوتي خواتاتي كما كتشوفوا عرقكم كيطيب ما شاء الله دابا غادي نرويه شويه ديال الماء ودابا نخلوه يطيب على خاطرو ما شاء الله كما كتشوفوا خوتي خواتاتي ها اللي رويته ودابا نسدو عليه ونخلوه يطيب على حقو وطريقو كتشوفو خوتي خواتاتي اللحم هو طاب ما شاء الله. دابا غادي نحطو الكبيدة هاشي بغيت نقول لكم ما شاء الله جالبو الخاطر ما شاء الله عندك شرفة كما كتشوفو خوتي خواتاتي دابا انا كنحط البصلة هي هادي نتلاقاو من بعد ان شاء الله. خوتي خواتاتي كما كتشوفو حطينا البصلة دابا نحطو الزيتون باش يطيب لينا مع المليطه يطلق داك لاصوص ديالو داك الكو ديالو ديال الزيتون والحمد قادم ان شاء الله نزين. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي حنا دزنا الدريساج كما كنقولوا كما كتشوفوا خوتي خواتاتي ان شاء الله سخون ما في البصلة وزيتونة هيا غادي نزينو بها
ما شاء الله. وخوتي اخواتي اللي باغين نديرو محمد مصير الطريقة من بعد كما تشوفوا اخواتي اخواتي الصوص هذا الجبنة ديالي اليوم كتشوفوا ان شاء الله خاطر هذا الصوص. كنتمنى المشاهدين والمشاهدات خوتي خواتاتي يديروا هذا الصوص يجربوها خوتي خواتاتي. وغادي نزينو بواحد شوية ديال الخضار فهو كيعطي واحد النكهة كما كتشوفو خوتي خواتاتي. ولا بغيتو كاع تزيدوه تزيدوه البرقوق ولا المشمش مع اللوز. انا غنزيدلك شوية ديال القزبر كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. غادي نزينو واحد شويه القزبر طريقه وهذا التقنيه ديال اليوم ما شاء الله. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي الوصفه ديال اليوم كما كتشوفوا ديال الارنب والقنيه كما كتشوفوا عيب البصله الخضريه والحامض المصير وشويه الزيتون وزدتو واحد شويه ديال القزبر من الفوق. هادشي بغيت نقول لكم ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديال اليوم خوتي خواتاتي. الى الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامه الى اللقاء. واشكم مبروكه وعيد سعيد.